السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساء الجميع بالخير والبركات. نلتقيكم اليوم في الورشة الختامية أو المحاضرة الختامية لمبادرتنا الأولى، مبادرة تبادل نقل وتبادل خبرات التعدين. اليوم حيكون علينا ضيف عزيز، ضيف من قلب صناعة التعديل، متخذي يصنف باعتباره من متخذي القرار في صناعة التعديل ومن قيادات التعديل المعروفة في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم، باشمهندس يحيى الشنقيطي أبو عمار كما يحلو لنا جميعا أن نسميه. عنوان الورشة اليوم حيكون إن شاء الله التوب 10 Business Risk in Global Mining 2020 في ظل أزمة COVID-19. قراءة سريعة في سيرة باشمهندس يحيى الشنقيطي أبو عمار. يحيى الشنقيطي حاليا هو رئيس مجلس إدارة شركة ديل كورب صحارة السعودية منذ يناير 2019، وهو عضو اللجنة الوطنية للتعدين التابعة لمجلس الغرف السعودية منذ مارس آذار 2019، ومستشار هندسة معادن في الهيئة السعودية للمهندسين منذ العام 2013. شغل عدة مناصب، منها الرئيس التنفيذي لشركة ديل كورب صحارة السعودية بين العام 2018 و2019، ورئيس مجلس إدارة شركة معادن وبرك للنحاس بين العام 2016 و2018، وكان عضوا في مجلس إدارة المعهد السعودي التقني بين العام 2012 والعام 2016، وعضو في مجلس المديرين في كل من شركة معادن للفوسفات بين العام 2014 والعام 2016، وشركة معادن للذهب ومعادن الأساس بين العام 2013 والعام 2012، وشركة معادن الصناعية بين عامي 2008 و2010. تقلد العديد من المناصب في شركة التعدين العربية السعودية معادن، وتشمل مستشار تنفيذي للرئيس خلال العام 2018، ونائب الرئيس لوحدة الذهب ومعادن الأساس بين عامي 2014 و2018، ومدير التعدين لمشروع معادن للألومنيوم بين العامين 2005 و2007، ومدير مشروع تطوير منجم الدويحي للذهب بين عامي 2003 و2005، ومدير مناجم مهد الذهب بين الأعوام 97 وحتى 2003. كما ترأس شركة معادن للذهب ومعادن الأساس التابعة لشركة التعدين العربية السعودية معادن بين عامي 2011 وحتى 2018، بعد أن كان مديرا للعمليات فيها بين عامي 2008 و2010. حاصل على ماجستير في الصناعة المعدنية والبيئة عام 1998 من جامعة ليز بالمملكة المتحدة، وبكالوريوس هندسة التعدين في العام 1992 من جامعة الملك عبد العزيز. يمكن سيرة عامرة للباشمهندس يحيى الشنقيطي أبو عمار، وخبرة طويلة جدا وكثيفة جدا في مجال الصناعة التعدينية، فهو أفضل من يحدثنا اليوم عن المخاطر التي تحيط بصناعة التعدين حول العالم في العام 2020 في ظل الأزمة الماسلة، الأزمة العالمية COVID-19. وتأتي أهمية المعرفة وإدارة مخاطر التعدين باعتبار أن التعدين يمثل نسبة كبيرة جدا جدا في الناتج المحلي العالمي للدول التي بها صناعة تعدينية. يمكن في بعض التقارير نسبة مساهمة صناعة التعدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتفوق 45% من الناتج المحلي العالمي. باشمهندس يحيى الشنقيطي أبو عمار، لتحدثنا عن المخاطر أو أكثر 10 مخاطر تحيط بصناعة التعدين
حول العالم في العام 2020. شكرا مبارك، مساكم الله بالخير جميعا، شكرا على هذا التقديم، وإن شاء الله تكون محاضرة مفيدة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أنا حتكلم عن التوب بزنس ريسك في الجلوبال مايننج 2020، ويليها أثر كوفيد 19 على البزنس بصفة عامة. مراجعي أنا عندي شركتين تقريبا كل المعلومات منها، اللي هي E&Y اللي هي إيرنست أند يانغ وKPMG. هذه من أحضر الشركات اللي بتعمل ريسك أسسمنت سنويا، تتصل بالشركات العالمية وتأخذ منهم الريسك. قبل ما أدخل في هذا الموضوع، جنرالي كل شركات العالمية اللي هي الأكبر 50 المسجلة في الأسواق العالمية لديها إدارات مخاطر، وتقوم بعمل إحصاء سنوي لمخاطرها لكل شركة. لو عندنا فرضا شركة فيها ذهب ونحاس وفضة لنفرض، فكل منجم يعمل الريسك تبعه يبدأ من الريسورس والريزيرف والأوبريشن والمينتنس، وكل منجم يحدد 10 أو 20 أو 100 ريسك، أحيانا توصل إلى 200 ريسك. في النهاية كل إدارة تحدد أكبر 10 ريسك وتقدمها للإدارة، الإدارة تحدد كل 10 ريسك لكل شركة. في النهاية البورد يسوي كمان سيشن، معنا على ذكر معادن، كنا في معادن كل سنة بنعملها مع البورد، ونحدد أكبر 10 ريسك تسجل في الأجندة، وهذه تراجع في كل كوارتر وإدارة المخاطر تراجعها. KPMG عملت هذا السيرفي في نهاية 2019 قبل كوفيد 19 طبعا، وحددت 10 مخاطر. يو رايت، تروح للسلايد الثانية لو سمحت. هذه العشرة المخاطر KPMG بتعملها كل سنة، عملتها 2008 و2009 و2010. لو نلاحظ على اليسار، هذه 2020 هي عبارة عن 10 اللي هي license to operate، يسموها LTO اللي هي رخصة التشغيل، future workforce العمالة، digital and data optimization، هذه تقريبا نفس الكلام اللي المحاضرة اللي تكلمنا فيها الأسبوع الماضي، reducing carbon footprint، في ضغط شديد على الشركات الآن تقلل الكربون، الهاي ماتريك ريسك، والريتين حق كل شركة. بعدين السايبر، نحط المخاطر على الاي تي وعلى السيستم، ريبليسمنت اوف برودكشن، انوفيشن وريزنج كوست. هذه العشرة انا حغطيها كل واحدة لحالها، انا حضرت سلايدة واحدة عشان ما تكثر، ونتكلم عليها كل واحدة لحالها ان شاء الله. في هذا السيرفي 44% من الاكزيكتيف اللي سألوهم هذا السؤال كلهم اجابوا انه الميجر ريسك اللي هو اللايسنس تو اوبريت. وهذا السيرفي صار في كندا، صار في استراليا، الارجنتين، بوليفيا، ساوث افريكا، الفلبين، الهند، كازاخستان، وافريقيا تقريبا في السنغال ونيجيريا. فكل 44 شخص حددوا انه هذا هو اهم ايتم للريسك. اللايسنس تو اوبريت، انا عندي مايننج لايسنس لكن لازم اغطي كل السيفتي، الانفايرمنت، السوشيال ريسبونسبيلتي كلها كان عشان احافظ على الرخصه. أعطيكم مثال بس سريع، كلنا عارفين شركة فالة شركة برازيلية، يمكن سابع شركة في العالم، صار عندهم بيك كولابس لتيلينج دام عام 2019، كلفهم 4.9 بليون دولار، وللأسف ماتوا 280 شخص. عشان يحافظوا على الرخصة لازم يسووا كل الإجراءات عشان يحافظوا، لذلك أهم آيتم في الريسك طلع اللي هو رقم واحد. من 2019 ل 2020 حافظ على نفس المركز. لو نلاحظ في سلايد، في عندي 2 نيو ريسك في 2020 ما كانت موجودة في 2019، اللي هي الانوفيشن، والثاني اللي هو الهاي امباكت ريسك. لو نلاحظ كمان، لو نشوف الأسهم اللي طالع واللي نازل، رقم 7 المان باور كانت رقم 7 في 2019، صارت رقم 2 في 2020. طبعا المان باور مربوطة بالديجيتال، لأنه الآن التوجه كله إنه المناجم كلها تروح ديجيتال، وعملوا استبيان كمان في هذا الموضوع، تقريبا اكثر من 140 اكزيكتيف، كان نتائجهم كالاتي: 42% منهم حيوظفوا موظفين، 21% لا يبغوا يفكروا في زياده الابتكار. طبعا تقليل الموظفين، انا وجهه نظري انه ما حيقولوا الموظفين، السيستم هذا اللي حينبني يحتاج موظفين، لذلك لابد نهيئهم ونطورهم عشان يقدروا يشتغلوا على السيستم هذا. لذلك عندنا 4 ايتم احنا نعاني منها الان، احنا في وطننا العربي احنا ما عندنا اي احلال للموظفين،
ما عندنا استراتيجية واضحة إني أنا عندي موظفين يقدروا يمشوا معي 10-15 سنة، إيش أسوي عشان أمسك الموظفين عندي ما يروحوا؟ البزنس بصيف عام بالذات البزنس الخاص الآن يجيب موظفين يشتغل ويجيب ريتيل، ذاتس إت. لذلك واحدة من المخاطر الكبيرة جدا اللي هي المان باور، حتى لو زاد الابتكار الرقمي والتكنولوجي في المستقبل. نروح للثالث اللي هو الديجيتال، اللي هو الديجيتال والداتا اوبتمايزيشن. طبعا الان نظام الفعاليه الرقميه هو من اعلى 3 مخاطر الان في الاحصاء اللي عندنا لكل شركات التعدين. واحده من الايشيو الديجيتال هذا اللي احنا نتكلم عنه، انه الان في معظم الشركات الان عندها سيستم اللي هو تحسب فيه الريسورس والريزيرف، عندها مصنع. الان التكنولوجي كيف نربط الاربع هذول مع بعض؟ في احد من الاخوان سالني الاسبوع الماضي، للاسف ما كانت عندي الاجابه. في الان شركه، نقول لكم تستخدموا سيربات، عندكم شركه ذكرها بس ماني فاكرها الان، اذا احد يفكرني يا شباب. جيوفيا نعم، اللي هي معاها الويتل ومعاها سيربات. نعم، هذه الان عندها سيستم، واعتقد ان 2018 وقعوا مع معادن لعمل بايلوت تيست في الدويحي. اي دون نو، بعد انا ما مشيت، انا ما ادري ايش صار، يمكن الاخ مبارك يعرف. كان عندهم سيستم متكامل من الماين للبوليانبار، فاعتقد هذا هو التوجه الان الناس كلها رايحه فيه، واعتقد معادن ماشيه في نفس الاتجاه اللي هو نروح بلاتفورم تقريبا. نعم، جيوفيا بلاتفورم، هذا اللي جيوفيا بلاتفورم اللي هي 3D بلاتفورم. نعم، جزاك الله خير. نعم، هذا السيستم موجود وشغالين عليه، ولو في احد من الاخوان يقول لنا الابديت في معادن لان ما انا مشيت، وكانوا شغالين عليه بقوه تماما، خير يكون الدويحي كله اوبتمايزيشن انكلودينج الماين، بعدين لما تجيب ترك ولا شفل اوتوميتد فحيكون 100% اوتوميشن، واتمنى ذلك ان شاء الله. في وصلنا للرابع احنا اللي هو فيه ريديوس الكربون فوت برينت. كل شركات التعدين الكبيره الان عليها ضغط انها تقلل انبعاثات الكربون، والدليل على ذلك يعني لو عندي احصائيه اليوم اديكم، هي بريك الان عندها اكثر من 10 مناجم كلها طاقه شمسيه وطاقه رياح. فهذا هذا الواحد من المخاطر، لانها فرصه كبيره ليثيوم الكوبالت النحاس والألومنيوم، فلذلك التوجه الآن كله في هذا الاتجاه. نروح للخامس اللي هو الريسك. طبعا في تراديشنال ريسك، كلنا عارفين تراديشنال ريسك، دائما كل شركة عندها لستة وتحدد الريسك، يا هو انسيجنيفنت ولا ماينور ولا مودريت ولا almost certain. التوجه الآن الميجر آيتم في الريسك إني أحدد المحافظ حق الشركة اللي هي البورتفوليو. في شركة فرضاً الآن الطاقة الآن لو أصبحت رخيصة وقدرنا كلنا ندخل طاقة شمسية، إيش حيكون وضع النحاس في المستقبل؟ فالناس قاعدة تفكر إيفن لهذا لو الآن طاقة شمسية صارت رخيصة، كل الناس صارت تصرف طاقة شمسية، إيش حيصير البرودكشن حق النحاس؟ هذا من أكبر الريسك اللي الناس هذه شغالين عليها. في كمان ايتم ثاني اللي هو البلاستيك، وانا هذه معلومه جديده بالنسبه لي، التكنولوجيا متقدمه جدا في البلاستيك، ممكن يغطي كثير من المعادن، ايش حيكون اثره على المعادن؟ فهذا السؤال الثالث اللي الناس قاعده تسال ونحن نفكر فيه. نروح للسادس اللي هو البورتفوليو ريتيل. طبعا الهدف الاساسي من اي تعدين اللي هو العائد على راس المال. فشركات التعدين كامله الان تحتاج التفكير بشكل اوسع على زياده العوائد، بالذات مع انخفاض الاسعار المعادن وزيادة الفعال. حطوا 3 آيتم، إنه كيف نمول المشاريع هذه؟ هل أعيد النظر في المحافظ تبعي ولا لا؟ إذا لقيوا الآن مصدر زي الطاقة والرياح، إيش حيصير في النحاس؟ إيش حيسوي شركات النحاس؟ الأوبشن الثانية، الناس كلها تفكر الآن في الاندماج. يمكن كلنا نعرف أكبر اندماجين صارت خلال 2018 للذهب. بريك اشترت شركة اسمها راند جولد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، والشركة الثانية اللي هي
بس معلش احاول افتكر اللي هي نيومونت. نيومونت شركه جولد كورب صارت هي اكبر شركه ذهب في العالم بعدها كلها بالاندماج. اندمجوا لعده اسباب منها الان طبعا بارك عندها 64 مليون اونصه ريزيرف، تخيل الرقم هذا، وعندها 88 مليون اونصه ريسورس، نفس الشيء نيومونت. فلانه الان في العالم كله الان ما في نقول احنا تير 1، تير 1 جولد يعني منجم عمره 10 سنوات ويجيب لي 500 ألف أونصة سنويا. في خلال السنوات اللي راحت ما في اي اكتشاف جديد لهذا الكلام، فلذلك كانوا كلهم متوجهين للاندماجات مع بعض. نروح للايتم نمبر 7 اللي هو الاي تي سايبر. طبعا المشاكل اللي صارت الفتره العام الماضي واللي قبل فاكرين في سايبر كبير، كانت مشاكل على السيستم. يمكن احنا في السعوديه كان اكبر اثر على شركه ارامكو لما صار لهم سايبر عام 2000 اعتقد و17 او 2018. فلذلك من اهم الاشياء الان في التكنولوجيا، تكنولوجيا التشغيل، اجهزه الاستشعار، لازم يكون عندنا سيستم قوي جدا، عندنا كلتشر، عندنا حوكمه، عندنا قدرات وعماله تقدر تتحكم في هذه المشكله الكبيره اللي ممكن تواجه اي شركه. نروح رقم 8 اللي هو هذا الجديد اللي هو ريبليسمنت اوف برودكشن. الاحصاء تقول انه خلال الخمسة والعشر سنوات القادمه حتكون في ازمه عرض. واحده من الايشوز اللي هي زي ما قلنا الاستكشاف قل، انخفض الاستكشاف من عام 2012 الى الان ما زاد مقارنه بالسنوات اللي قبلها. ليش؟ لعدم وجود اوربدي كبير تير 1 زي ما قلنا، انخفاض التراكيز في كثير من المناجم صارت معظمها لو جريد. ف هذا واحد من الاشي فقاعدين يفكروا ايش نسوي فيه. فالاندماج نمبر 1، الشركات تندمج مع بعض، تحاول تدور تير 1 ديوزت كبير. يعني الان زي بريك وزي نيومونت لا يمكن يفكروا ياخذوا مشروع ريزيرف حقه 2 مليون اونصه، لان عندهم قلنا 64 ريزيرف، 64 طبعا مليون اونص. استحواذ على المشاريع، تعزيز الابتكار، والبحث عن موارد جديده. بالذات الان صاروا المناجم يحاولوا يروحوا لمنجم كبير، يحاولوا يشوفوا ادجيسنت جنبه. يعني انا يكون عندي منجم اربع مناجم في بعض وعندي بلانت واحد، زي فرضا الدويحي، منصوره، انتم تعرفوها في السعوديه. نروح لرقم 9 اللي هو الانوفيشن. طبعا هذا بالضبط كانت المحاضره في الاسبوع الماضي شرحوها الاخوان وكانت جدا جميله. هذا واحد من الأهم الاشياء. سو سيرفي هنا و 5% من الشركات العالمية هاي تضع الآن ميزانية فقط للابتكار والانوفيشن. طبعا الابتكار كمان يحدد لي موضوعين، بما انه الخامات متناقصة الآن والجريد نازل، ايش ممكن العلم يوصل اني اقدر اسوي بروسيس للور جريد غير الهيب ليج. الآن فيه ديب ان سيتيو ان مايني، فرضا يجي الخام نفسه في الديبوزيت ويحاول يسوي له انسيتو، وفي دراسات كثير عليها الان، هذا الكلام من 2015، اني اسوي بروسس للاور از ات از وهو في الماين، يسموها ديب انسيتو لي مايننج. من الاشياء الثانيه كمان الان 3 دي برينتنج، هذا الان شغال في كل محل وذات المشاريع، وكثير من الشركات الان تستخدمها في الكونستراكشن. طبعا عندنا كلنا عارفين الاوتوميتد لود اند هول بتشتغل الان وكلها كهرباء وهي فول اوتوميتد، موجوده في كثير من الحالات. من الاشياء الاخرى كمان كيف نحسن اداره المياه، انه المياه واحده من الاشياء الكبيره في التعدين بالذات عندنا احنا في العالم العربي، فهذه كانت واحده من الميجر ايشيو اللي كانت في السيرفي. رقم 10 اللي هو الميجر ايشيو اللي هو الريزنج كوست، كيف نقدر نخفض التكاليف للايميجن مع الاوتوميشن. واحده من الامثله في الدراسه اللي قلت لكم عليها حقت الدويحي، كانوا مقترحين 10 إلى 15% تنزل في الاوبريتنج كوست لو سويت أتمم كاملة للماين وللبلانت وللتيلينج دام. فحطوا 5 خطوات كيف نتخذها عشان نقلل هذه المخاطر. إننا نركز على برامج خفض التكاليف. تكلم أمس دكتور صلاح على الماينينج كونتراكت، هذا واحد من الإيشو، ليش أنا أدفع 100 مليون دولار كابيتال بينما أنا أقدر أسوي ماينينج كونتراكت. يمكن هذه من ال، أنا كنت في الدواحي زمان وسوينا عقد لمدة 10 سنوات، أنا أعتقد وجهة نظري الشخصية إنها جود بوتنشال، كوست ثابت،
جات الان كوفيد 19 ما زال الكوست زي ما هو نانين في عمر المنجم. عاد الافشنسي موضوع اخر، لكن واحده من الايت مني كيف اقلل الكابيتال كوست لاي منجم اللي هي المايننج كونتراكت. والايتم الثاني الاخر كمان حتى البروسيس الان في كل العالم تحصل بروسيس عندكم انتم في معادن دي ار اي تسوي بروسيس للبلانت. شيبر احنا عماله ما عندنا، احنا اخفقنا اننا ندرب الناس صح، ذلك تضطر انك تروح تجيب مقاول يشغل لك البلانت انين تهيئ عمالتك ان تقدر هي تشغل البلانت. فهذه من الميجور ايتم اللي هي ممكن تشتغل عليها. تراجع عقود الموردين، انا فاكر في معادن 2017 عملوا ريفيو لكل معادن واعتقد كانت جود بوتنشال خفضوا التكاليف 10-15. تجيب المقاول تقول له انا عندي عقد، انا قلت له كوست وديك عقد لمده 5 سنوات. فهذه الامور كلها من احد الاشياء اللي انها تنزل في تخفض في التكاليف للمايننج كوست وللبلانت. هذه تقريبا العشرة ايتم اللي عملت في نهايه سبتمبر 2019. فان العالم كله تفاجأ بكوفيد 19 بداية من مارس 2020. لو تروح يا السلايد الثانية، طبعا هنا عبارة عن كوفيد 19 وما لم يعمل سيرفي. نعم، فكوفيد 19 ما عملوا سيرفي لأنه جاء فجأة العالم كله، فعملوا حطوا 10 أو 15 آيتم ميجور ايتم انه الناس كيف تتعامل مع هذا. كان الكلام في اعتقد يناير 2020. حوريكم في السلايد الثانيه من مارس 2000 ومن مارس 1 الى نهايه ابريل الاثر على تقريبا 400 اذا ماني غلطان 470 منجم في العالم. كانت الميجور ايتم طبعا الصحه الجسديه، لان معظم المناجم وقفوا زي كل العالم بسبب انتقال المرض وخاصة في أمريكا الجنوبية. ومن الآيتم اللي حاطينها كمان كيف نسنقرون التشغيل، كيف نحافظ على العمالة وعوائلهم والمجتمعات اللي جنبهم بحيث أنهم ما يتأثروا. ولازم كمان كانوا قالين لا تكون شفافين تقولوا للناس ناس أنا عندنا مرض نضطر نقفل المنجم لإكس بيريود نرجع لما تحسن الأمور. من أهم المخاطر اللي كانت موجودة الموردين لما كان عنده ستوك حق شهرين 3-4 شهور هي والشت داون إذا روض كوفيد أو وذاوت. فهذه واحدة من الآيتم اللي دائما كنا في المناجم إنه تخلي عندك ستوك شهرين 3 شهور، لأنه إحنا مشكلتنا كل الآيتم بنجيبها من خارج البلادنا العربية، قليل جدا ما عندنا ساينايد ما عندنا بيتس ما عندنا، كلها نجيبها من خارج. فهذه من الأشياء من الريسك اللي جابها كوفيد، ليش إحنا ما نفكر نصنعها محليا، نصنعها اقليميا، نصنعها عربيا. الايتم الثالث السيوله، الكاش وقف كل الكاش وقاموا الشركات، انا بديكم مثال على شركات محليه وقفت اي لونج تيرم بيمنت، بدل ما كنت تدفع 60 يوم قال لك انا ابغى كاش توداي وانا ما عندي كاش وهو ما عنده كاش. بعض الشركات رفعت الاسعار، سعر البت اديكم مثال احنا نشتريه يقول ب 400 ريال المقاول حطه ب 500 ريال لانه اخذها فرصه عشان يرفع في الاسعار. فكوفيد 19 كانت جود اكزامبل انه الجميع يبدا يفكر ليش احنا ما نحاول نكون على الاقل لوكال، نحاول على الاقل 10-20% من احتياجاتنا نسويها محليا. لذلك فيها الان مبادره اسمها local content شغاله فيها معادن سابك ارامكو كيف يحاولوا يخلوا 40-50% locally وليس، وهذا كلام امانه من قبل كوفيد وليس بعد، لكن كوفيد الان اعطانا فرصه انه لازم نفكر ماليا ليش احنا ما نكون على الاقل سيلف كونتين ولو 20-30-40%. الاسعار الكبر والنيكل والالومنيوم خلافات كوفيد نزلوا تقريبا 20%. الوحيد اللي ظل جود شيب اللي هو الجولد، والمعادن اللي هي قلنا البتري مينرال اللي هي الكوبالت والاشياء الثانيه كمان نزلت 20%. الايتم الثالث اللي هو السايبر قلنا كمان، لانه الفتره الماضيه كانوا كل الناس شغالين فروم هوم، فكان يحتمل يكون عندك اداره قويه انها
تشغل لك الاي تي عشان الناس تشتغل عن بعد. الاي تي لو تروح للسلايد اللي بعدها يا نادر، لا كمان اللي بعدها انا غطيت هذه. هذا مثال يوريني الان من ابريل الى مارس نشوف كل المناجم كيف بدأت تقفل. لو نلاحظ في الاول عندنا فرضا بدت في 13 مارس تقريبا بيرو وامريكا الجنوبيه كلهم شت داون. نلاحظ الميجر شت داون كان في ساوث افريكا تقريبا يوم 26 مارس اول داون، وكانت من اكبر الناس اللي جاهم كوفيد في ساوث افريكا، بعدين راحت كندا وراحت استراليا الاخر. السلايد اللي بعدها لو سمحت، الاثر الكبير كان تقريبا هنا عندك احصائيه ل 247 منجم، اكبر متضرر هو الجولد تقريبا 80 منجم، ساوث افريكا 20، مكسيك وكندا تقريبا 80، الكبر تقريبا 20 منجم، النيكل 11، الزنك 10، السيلفر 10، التوتال 247 منجم. This is big effect. في السلايد اللي بعدها حتشوف لو سمحت السلايد اللي بعدها تشوف الريسك. الجولد لحاله المفروض الجلوبال استيميت العام 2020 تقريبا 107 مليون اونص، كان الاثر من 2 ابريل الى 16 ابريل فقط مليون اونصة. تخيل لو كان شهر شهرين كمان ايش حيصير، فحيكون الافكت مره عالي. السيلفر كان الاثر عليه 20 مليون اونصة خلال تقريبا 15 او 16 يوم، وهلم جر حتشوف الافكت كل على كل المعادن، كبر، زنك، ليد، ليديوم، كوبالت، يورانيوم، ليثيوم، فكان الاثر كبير جدا. السلايد اللي بعدها هذه انا قدرت امس، هذه في شركه اسمها S&B تدي تفاصيل للكوفيد 19 ويك باي ويك، فحتشوفوا الاثر من مارس 27 الى 12 جون اللي هو الاسبوع الماضي، فنشوف كيف الاثر كان كبير وبعدين بدا ينزل تنازل، وبدت كل الاوبريشن تقريبا ترجع الى النورمال حدود 12 الى 12 جون 2020، لكن الاثر كبير جدا. واتمنى ان حيسووا ابديت اعتقد الاسبوع الماضي يوروا كل الافكت على 247 منجم. اذا كان الافكت في من 2 14 يوم مليون اونصة، كيف حيكون في شهر ونص؟ فالاثر كبير جدا والله يعين مساعد. فتقريبا هذه هي السمري. لو نلاحظ اخر سلايد انا نسيتها معليش، اللي هي اللي هي الافكت على كل 50 اكبر 50 شركه تعدين في العالم. طبعا هذه عباره اكبر 50 شركه من ناحيه الكاب اللي هي سعرها في السوق. فالشركات خسرت 280 بليون دولار في 3 شهور الاولى. طبعا هم ايش يسوي؟ ياخذ كم سهم عند الشركه يضربها في سعر السهم ويوريك الفرق. فكل الشركات تقريبا خسرت ما عدا الجولد. لو تشوفوا بريك رقم والله ماني شايف بارك عندك فرضا هي تقريبا اقل واحده اللي هي 0.6، وباقي الشركات كلها نيجاتيف. عندك نيومونت 2.7%، وكل الباقي نيجاتيف. فاعتقد الوحيد اللي كان جود شيب اللي هو الجولد بسبب سعر الذهب. الذهب كان 1700، صحيح يمكن البرايس عوض. فكل باقي الشركات نيجاتيف. فهذا اخر تحديث كان الاسبوع اعتقد الماضي في نهايه مارس 2020. فهذا الافكت على يوريك بالضبط على كل شركات اكبر 50 شركه من ناحيه راس المال هذا الاثر عليها، وهذا اثر الكوفيد 19 خلال 3 شهور. شكرا جزيلا.